إنني ملتزم والحمد لله على ديني ومحافظ على صلواتي، ولكن دائما أحس بالخوف إذا صليت، أحس أن وأخاف أن لا تقبل صلاتي، فما هو توجيهكم لذلك الله خيرا؟ هذا ربما يكون من الوسواس، فإذا كان من الوسواس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إليه. أما إذا كان هذا نتيجة الحرص على أداء الواجب والخوف من الله عز وجل فهذا شيء طيب، وهذا دليل على الخير، والإنسان سادات الصالحين كما قال الله تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى ذلك أنهم يؤدون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل، فهذا علامة خير. إلا إذا وصل إلى حد الوسواس فهذا أمر لا ينبغي الالتفات إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.